خارجي رمية جانبية للسوري، تنفذ رمية جانبية ريبين للإبعاد، محاولة خطيرة وهدف، هدف رائع للمنتخب السوري. فراس الخطيب، فراس الخطيب بكرة جميلة تتهيأ بشكل رائع ويسدد على يسار فهد طالب. وفراس الخطيب على فكرة آخر لقاء جمعنا بمنتخب سوريا كان لقاء ودي هناك في ماليزيا، انتهى 1-1 قبل شهرين ونص. المنتخب العراقي قابل سوريا في ماليزيا، انتهت المباراة 1-1. فراس الخطيب هو اللي سجل لمنتخب سوريا، بينما مازن فياض هو اللي سجل لمنتخبنا الوطني العراقي. وهنا اليوم فراس الخطيب مرة أخرى يسجل هنا في ملعب كربلاء، وراح يحتفظ ملعب كربلاء بقميص فراس الخطيب لأنه اللاعب الأول اللي يسجل في ملعب كربلاء، في ملعب كربلاء على مستوى المنتخبات الوطنية. لذلك ملعب الشعب، ملعب كربلاء سيحتفظ بقميص فراس الخطيب.